كنت مظلوم بنوصل صوتك. وصل صوتك صوتك. إذا كنت صاحب حق بنوصل صوتك. وصل صوتك. برنامج وصل صوتك لنصرة المظلوم على الظالم. نصرة المواطن صاحب الحق علي بيستعلي على الحق. وصل صوتك. بيوصل صوتك للكل تحت الحق. وصل صوتك. وصل صوتك صوت الحق. وصل صوتك. وصل صوتك صوت الحق. كونوا معي أنا عروب العبادي يومياً عدا الجمعة من الخامسة وحتى السادسة على نورمينا. نورمينا صوتك للحق. وصل صوتك. كنت مظلوم بنوصل صوتك. وصل صوتك صوتك. إذا كنت صاحب حق بنوصل صوتك. وصل صوتك. برنامج وصل صوتك لنصرة المظلوم على الظالم. نصرة المواطن صاحب الحق علي بيستعلي على الحق. وصل صوتك. بيوصل صوتك للكل تحت الحق. وصل صوتك. وصل صوتك صوت الحق. وصل صوتك. وصل صوتك صوت الحق. كونوا معي أنا عروب العبادي يومياً عدا الجمعة من الخامسة وحتى السادسة على نورمينا. نورمينا صوتك للحق. وصل صوتك. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم ببرنامج جديد. برنامج عن جد يعني اسم اللي بتقدمه بتحمل كل معاني الوحدة الوطنية. عروب العبادي. أول شيء مساء الخير عروب، بس اسمحي لي قبل ما أمسي عليك أحيي الشباب، الأستاذ مصطفى المناوي اللي ورا الكاميرا والأستاذ محمد العبادي ورا الكاميرا. أنا بدي أوجه لهم تحية، كانوا معي من شوي موصل عروب صوتك. يعني أنت عاملة إشكالية في القناة برنامجك. عن جد اللي عنده أي مشكلة ما بيوصل صوته إلا عن طريق برنامجك. هذا البرنامج اللي صار بصمة من بصمات قناة نورمينا الفضائية، واللي هو الوحيد البرنامج اليومي. تحكينا عن برنامجك. اولا مساء الخير استاذنا. يعني بعتز اكيد باني بنت نورمينا، ويمكن عمري بنورمينا بعتبره مقارنه بزملاء الجداد يمكن هو الاطول. وان شاء الله على طول. وصل صوتك انا بعتبره ابني وابوي واخوي وصديقي، لانه هذا البرنامج يمكن من خلاله تقريبا خلينا نحكي سنتين مرقوا من وجودي بنورمينا وبهذا البرنامج بالذات. يعني الحمد لله رب العالمين إنساني، واستطعنا خلال سنتين مروا أن نسلط الضوء على كثير من الحالات الإنسانية اللي كانت بأمس الحاجة أنه حدا يلتفت لها في ظل غياب بعض المسؤولين يمكن عن الجانب الإنساني تحديدا. اثنين يمكن القضايا وين ما في مشكلة، أنت بتقول وين ما في إشكالية وصل صوتك. يعني بنحاول نكون حلقة وصل ما بين المواطن والمسؤول. الحمد لله قدر الإمكان أنا يعني يمكن اللي بمدح حاله بيكون كذاب، بس قدر الإمكان راضية الحمد لله رب العالمين. خليني أقول ما نسبته 70-80% عن شيء قدمته، وأنا سعيدة أني أنا بضيف لبلدي الأردن اللي بعتز وبفتخر فيها من خلال هذا البرنامج، ويعني بتواصلنا بمحبتنا للناس ومحبتهم لنا. طيب عروب، بدي أنا أسألك بس بصراحة، يعني في كثير من البرامج اللي لها علاقة الآن في الخدمات والمشاكل اللي عم بتصير، وخصوصا أنه كل عائلة مش بس أردنية، عائلة عربية نعم، يعني مفعمة بالمشاكل. يعني خصوصا احنا في العام الدراسي طبعاً الجديد، وكل واحد كيف بده يفكر يحط اولاده بالمدارس والقبول ومش عارف ايش وكذا. نعم. انا بدي اسالك بكل صراحه، يعني انسي انه ولا يعني تسالني عن ذنوبي ولا اسالك يعني بدي اسالك يعني كل البرامج او هذا البرنامج بالذات يعني خاص نص. نعم. يعني عن جد انتم بتتصلوا بالمسؤول بتتابعوا المشكله يعني بحذافيرها ولا هيك يعني بيحكوا بالطنشو؟ عن جد يعني بصراحه هلا انت لحتى تشوف انه درجه المصداقيه للشيء اللي انت بتقدمه هو راي الناس ويضل هو الفيصل. هلا لما بيتصل فيك مثلا احد المواطنين، خلينا نقول لانه برنامجنا يومي يعني المواطنين زهقونا بنطلع من السبت للخميس، بيتصل فيك مثلا احد الاشخاص يوم السبت بيحكي معك بعد 3-4 ايام شكرا وصلت صوتي. وهذا اللي انا بشتغل عليه وحريصه جدا من خلال فريق العمل كامل انه احنا نقدم شيء للناس قدر الامكان. احنا يعني في قضايا ما بنقدر نتدخل فيها، ويمكن اعتقد من خلال تجربة
وقت الناس معنا في البرنامج عرفوا انه مثلا قضايا امنيه قضائيه امور بها بهذا السياق ما لنا علاقه فيها، لكن بقيه الامور بالنسبه لتقصير مسؤول معين مثلا على طول. والحمد لله انا يمكن اذا بتسمح لي استاذ محمد، سعيده جدا الحمد لله رب العالمين انه انا قدرت من خلال هذا البرنامج انه نكسب ثقه الناس اولا، واثنين المسؤولين. هلا المسؤول لما بيصير المسؤول عنده الشغف انه يتابع هذا البرنامج ويحضره، لما تجيك قضيه قبل ما انت فريق الاعداد يطلبوا المسؤول، لا بتتفاجئ بانه المسؤول عم بيرن على خطوط البرنامج الارضيه بقول لك انا بدي ادخل على الهواء واعلق على القضيه. هاي لحالها يعني تعتبر بصمه نجاح. صدقيني صدقيني ست عروب، يعني بحسك وانت بتحكي بجمل البرنامج وخصوصا بالبروموشن هيك بحس كل كل القضايا بتطلع عمالها من قلبك. الحمد لله. خلينا نفرجي السادة المشاهدين البروموشن وبنرجع لك عروب. أكيد. يا ريت يا أساتذة عماد فرجينا البروموشن تاع ست عروب اللي هو وصل صوتك اللي كل يوم عن بالبث الساعة 5 مساء من 5 إلى 6 عدا الجمعة. إذا كنت مظلوم بنوصل صوتك. وصل صوتك. صوتك. إذا كنت صاحب حق بنوصل صوتك. وصل صوتك. صوتك. برنامج وصل صوتك لنصرة المظلوم على الظالم. نصرة المواطن صاحب الحق علي بيستعلي على الحق. وصل صوتك. بيوصل صوتك الكل تحت الحق. وصل صوتك. وصل صوتك صوت الحق. وصل صوتك. وصل صوتك صوت الحق. كونوا معي أنا عروب العبادي يومياً عدا الجمعة من 5 وحتى 6 على نور. نورمينا صوتك للحق. وصل صوتك. شكراً للشاب اللي كان حامل السماعة عن جد والله. عمران أبو صهيون. أتحفنا عمران أبو صهيون لما بيحمل السماعة وبوصل صوتك، وهذا المعنى للدرامي من هذا المشهد اللي جسده عروب. بدي أسألك، يعني أنت هاي اللكنة اللي الكل بيحبها القريبة لكلب لقلب كل الأردنيين، هاي يعني بتميزك ببرنامجك الحمد لله، وبتميز تفاعلك وتعايشك وكذا، بس هيك بحسك مرات مكشرة و شو هلا بدي أعلق على موضوع اللكنة بالأول. يعني مع احترامي لصبايانا أبو محمود، بس حتوافقني الرأي بالجملة اللي أنا رح أحكيها هلا، أغلب صبايانا وأنا بطلق عليهم تعبير يمكن تكون معي فيه متلبنين. يعني إحنا أردنيين عشنا ورح نموت بهاي البلد، ومعروف كيف طبيعة المجتمع الأردني وشو هي كلماته البسيطة السلسة الحلوة اللي بتطلع هيك على السليقة، مش بحاجة لا لمكياج ولا لترتيب. فحلو إنك تحكي لكنة أهلك وجدودك أبوك وأمك، وأنا كتير بعتز بهاي الشغلة كتير. يمكن الناس بيحبوني لأنه بقولوا لي عروب قريبة للقلب كتير، بتحكي بتاخدي بتعطي استقبالك. بس هلأ على موضوع الكشرة، يعني واحد بيحكي معك بالطنبول، يعني انت أعطتيني فكرة إني أبلش أصور بالشارع بروموشن عن الكشرة. أما مزبوط، ما أنا عم بشوف هلأ في إشي عن الكشرة من وراء الكشرة. هلأ أحكي لك شو قصة الكشرة. يعني لما بحكي مثلا أحد الأشخاص بيقول لك أنا وضعي المادي كذا، وأنا عيلتي كذا، وأنا بعاني من الظروف اللي مش عارفة إيش هي، يعني بتحس أنه أنت مش رح تستقبل هيك ملاحظة بابتسامة وبتسبيلة، لا يعني طبيعي جدا أنك تكشر. أو لما يحكي معك مواطن دمه محروق، في مسؤول قصر مثلا مع ابنه المريض اللي بالمستشفى اللي بده علاج، بتحس أنه النوع من الاستهتار هذا بحياة الآخرين بوصلك لمرحلة أنه أنت غصبا عنك بدك تكشر. أنا مرات بحس بدي أكسر الألم وأخبط على الطاولة. فبس هيك يعني. أنا بقول الله يكون في عونك، لأنه عن جد برنامجك أنت حاسك زي المحامي هيك، بيجوا الناس بشكوا كذا وهذا، وأنت ما بتلاقي حدا تشكيله. بس كتير 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 بكون مبسوطة. طيب عروب، بتذكر السادة المشاهدين ببرنامجك أوقاته وكذا. وصل صوتك، يمكن هم بحفظوه لنا سنتين بنفس المواعيد عم نطلع، بس هلأ على الدورة البرامجية الجديدة يمكن أنا أشرت اليوم على الهواء رح يكون برنامج ساعة من 5 إلى 6. زعلانين طبعا، أنا قلت بدي أحكيها على الهواء، زعلانين كتير الناس بيقولوا لي عروب إحنا كنا بدنا تعملوا ساعتين. إحنا بصراحة بالإدارة الجديدة بالقناة ارتقينا أنه كل البرامج يكون إيقاعها ساعة سريعة جدا. نعم. لأنه نعم. أصبحت البرامج اللي ساعتين وثلاثة وأربعة على الهواء. نعم. نعم. البرامج صارت الشعب الأردني كله يتدمر. نعم. منها. نعم. فبالتالي احنا ارتقينا تكون كل البرامج يعني ما بتزيد عن 60 دقيقة. طيب عروب، كلمة أخيرة بتحب توجيها من خلال
الكاميرا اللي اليوم تستضيفك. أنا أول مرة على فكرة بكون بموقع استضافة، فحس في إشي غريب، بس أكيد بمعية حضرتك أنا سعيدة جدا. كلمة بوجهها لكل الشعب الأردني اللي بتابعونا ولأي شخص بتابعنا، خصوصا أنه وصل صوتك إلى متابعين وهذا الشيء ببسطني كتير. برا الأردن بحس قد الأردن، ما بدي أحكي أكتر، يعني في السعودية، في الإمارات، في البحرين، بقطر، بكل دول الخليج، ويمكن كان حتى بتواصل معنا ناس من المغرب العربي ومن مصر. بدي أوجه لكل متابعينا كل التحية، ودائما إحنا بدعمهم بنستمر أكيد. دائما لما باخد فيدباك من الناس أنه عروب أنتوا عم تعملوا حلو، لما بنزل بالشارع بأي محافظة حتى في عمان بيجوا عليك بيحكوا لك احنا بنحبك يلا للامام، بتحس انه كلماتهم تعطيك نوع من الحافز انك تشتغل لقدام. لهيك بقول ان شاء الله انه دائما نكون عند حسن الظن ونقدر ان نقدم اشي لهالبلد اللي انا يعني بعتز وبفتخر فيه بانه انا نشميه من نشمياته. وكلمه دائما اذا بتسمح لي استاذ محمد انا بنهي فيها برنامجي وصل صوتك، يمكن حفظوها الساده المشاهدين وكثير من متابعينا لما بتصلوا معي بكرروها على الهواء، بقول حمى الله الاردن قياده وشعبا وادام عز وجل علينا الامن والامان، شاء من شاء اما من ابى الله الوطن الملك هو شعار الشرفاء، ونحن الاردنيين رغم الكشره والظروف الصعبه فقراء لكننا الاكثر تعليما، وهذا الشيء بنفتخر فيه بكل العالم، فقراء لكن نمتلك اعلى سقوف الحريات، وبيوصل صوتك الحمد لله رب العالمين سقفنا السماء، فقراء لكن لدينا اقوى جيوش المنطقه اللي حاميين حدودنا، وبنوجه لهم دائما تحيه اجلال واكبار. احنا بنوجه تحيه كبيره لكل النشامه في الجيش العربي في الامن العام اللي عن جد على عاتقهم، وخصوصا في هذه الايام وفي ظل هذه التهديدات، يعني مسؤوليه كل طفل أردني وكل مواطن أردني وكل امرأة وشاب ورجل. اسمحوا لي من هذا المنبر الإعلامي الحر أني أشكر الست عروب العباد، شكرا كثير على هذا اللقاء الممتع. واسمحوا لي كمان أني أنا أوجه رسالة شكر ومحبة كبيرة للجنود المجهولين اللي بيعملوا في هذه القناة الوطنية. اسمحوا لي أوجه التحية الكبيرة للأستاذ عبد الله رقيبات مدير الانتاج قناة نورمينا، وكمان لمديرة التسويق العظيمة الكبيرة الست انتصار العيسى اللي عم تتغلب معي في كتير من البرامج. والشكر الأول لصاحب القناة، صاحب فكرة القناة الدكتور أحمد رقيبات اللي عن جد ماخذ على عاتقه هم كبير في القناة وفي مجلس النواب وفي العمل العام. تحية كبيرة للدكتور أحمد رقيبات اللي عن جد يعني عم بتعب حتى هذه الشعلة المضيئة، هذه الشعلة الإعلامية اللي سقفها عنا السماء حتى تستمر في عطائها وفي تأدية واجبها. أعزائي بنروح لفواصل وبنرجع على زميل من الزملاء في دورة البرامج الحالية. شكرا لكم. إذا كنت مظلوم بنوصل صوتك، إذا كنت صاحب حق بنوصل صوتك. برنامج وصل صوتك لنصرة المظلوم على الظالم، نصرة المواطن صاحب الحق علي بيستعلي على الحق. بوصل صوتك للكل تحت الحق. وصل صوتك صوت الحق. وصل صوتك صوت الحق. كونوا معي أنا عروب العبادي يومياً عدا الجمعة من الخامسة وحتى السادسة على نورمينا. نورمينا صوتك للحق، وصل صوتك.